السلام عليكم، مرحبا بكم تلامذتي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات. درسنا اليوم يخص مستوى الجدع مشترك آداب وعلوم إنسانية، مادة الاجتماعيات، مكون الجغرافيا. المجزوءة الثانية التي هي بعنوان البيئة بين التوازن والاختلال، الوحدة الأولى وعنوانها المنظومة البيئية مفهومها وأسس توازنها والتعريف بأنواعها. من خلال هذا الدرس سوف نحاول أولا تحديد مفهوم المنظومة البيئية والتمييز بين مكوناتها، ثم إبراز أسس توازن المنظومة البيئية وتفسير التفاعلات القائمة داخلها، وأخيرا تعرف مستويات وأنواع المنظومات البيئية وتوطينها مجاليا. إذن تعد البيئة اليوم اهتمام كل البشرية، وذلك لتدارك الأخطاء الناجمة عن الإفراط في استغلال الطبيعة وعن تلويثها بالنفايات، حيث أصبحت الطبيعة مهددة بالتدهور وبالإتلاف النهائي. ولكي يكون الوعي بهذه المخاطر وعيا تاما، فلا بد من فهم آليات المنظومة البيئية وعناصرها ووظيفتها وتوازناتها. إذن الأسئلة التي ستطرح لنا حول هذا الدرس هي كالتالي: أولا، ما هي المنظومة البيئية؟ إذن أولا يجب تعريف المنظومة البيئية، ثم ما هي أسس توازنها، وما أنواعها وتوزيعها المجالي. إذن نبدأ في الإجابة عن السؤال الأول من خلال المقطع التعلمي الأول، مفهوم المنظومة البيئية وأبرز مكوناتها. النشاط الأول، مفهوم المنظومة البيئية. لدينا نص أمامنا يبين مفهوم المنظومة البيئية. يتم تحديد المنظومة البيئية إيكوسيستم كوسط طبيعي حيوي بمعنى المحيا، الذي تعيش داخله العشيرة الإحيائية، أي مختلف الكائنات النباتية والحيوانية، غير أنه من الممكن من منظور ديناميكي تعريف المنظومة البيئية بكونها الوسط الطبيعي بمختلف عناصره الحيوية، الماء والتربة والهواء، والذي تتفاعل في إطاره الكائنات الحية عبر سلسلة من العلاقات في مقدمتها العلاقات الغذائية. إذن من خلال هذه الوثيقة يمكن أن نخلص إلى تعريف للمنظومة البيئية، حيث يمكن أن نقول بأن المنظومة البيئية هي مجموعة مركبة من عناصر مترابطة، يؤثر التغيير الحاصل في أحد عناصرها في بقية العناصر، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وتتكون من عنصرين أساسيين، هما أولا المحيا أو بيوتوب، وهو الوسط الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية النباتية والحيوانية، ويشمل الماء والهواء والتربة. ثانيا العشيرة الإحيائية بيوسينوز، هي الكائنات الحية التي تعيش بشكل مترابط داخل وسط معين. إذن من خلال هذا التعريف حاولنا إيجاد تعريف عام للمنظومة البيئية ومكوناتها الأساسية، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا بأن المنظومة البيئية هي العشيرة الإحيائية زائد المحيا. إذن فما هي مكونات المنظومة البيئية؟ أمامنا وثيقة هي عبارة عن نص عناصر المنظومة البيئية. تتضمن المنظومة البيئية مجموعة من الكائنات الحية من أنواع النباتات والحيوانات ومكونات الأرض، التربة والهواء بمكوناته الكيميائية وقواه ذات الطاقة كالحرارة والرياح والضوء، وذلك في إطار مجال أو حيز مكاني محدد، في إطار من التفاعلات بين تلك العناصر، مما ينجم عنه دورات وسريان الطاقة
والسلاسل الغذائية. إذن من خلال هذه الوثيقة يمكن أن نستخرج مكونات المنظومة البيئية، ويمكن تقسيمها إلى قسمين. أولا لدينا المكونات اللا إحيائية. ماذا نقصد بالمكونات اللا إحيائية؟ وهي الإطار أو الوسط الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية النباتية والحيوانية، ويشمل أولا الغلاف الجوي، وهو غلاف غازي يحيط بالأرض يعتبر مصدر الظواهر الجوية وعنصرا أساسيا للحياة. ثم الغلاف الصخري، ويتمثل في الطبقات الباطنية للأرض خاصة القشرة الأرضية والغطاء الداخلي. ثم الغلاف المائي، ويشمل المياه المالحة والمياه العذبة، ويعتبر مصدرا غذائيا وخزانا للمعادن. ثم المكون الثاني، وهو المكونات الإحيائية. وهي مجموعة الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي تعيش بشكل مترابط في داخل بيئة طبيعية معينة، ونميز فيها بين ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو المنتجون الأوائل، وهي الكائنات ذاتية التغذية، وهي التي تزود الكائنات الأخرى بالطاقة، وتتمثل في النباتات المزهرة والحشائش والأشجار والطحالب. المستوى الثاني وهو المستهلكون، وهم عبارة عن كائنات غير ذاتية التغذية، وتتمثل في الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة والإنسان. ثم المستوى الثالث هم المحللون، وهي كائنات صغيرة الحجم تعتمد على غيرها في التغذية، وتقوم بإعادة تصنيع المواد العضوية، ومن أهم أنواعها القرديات وديدان الأرض. هذه المكونات الإحيائية ترتبط فيما بينها كما نلاحظ في الوثيقة رسم للعلاقة بين عناصر المنظومة البيئية. إذن أهم العلاقات الموجودة بين المكونات الإحيائية في المنظومة البيئية هي علاقات تغذية، حيث نجد في المستوى الأول المنتجون الأوائل، وهي كائنات ذاتية التغذية، يعني تستطيع إنتاج تغذيتها وطاقتها لوحدها، وهي عبارة عن الأزهار والأشجار والحشائش والطحالب. بعدها تأتي المستهلكون الأوائل، وهي الحيوانات العاشبة ثم بعد ذلك اللاحمون، وتنتهي الدورة بالمحللون الذين يقومون بتحليل مخلفات الحيوانات والجثث. نمر الآن إلى النشاط الثالث، والذي من خلاله سنحاول التوقف عند مختلف التفاعلات القائمة داخل المنظومة البيئية. لدينا الوثيقة أمامنا، التفاعلات بين مكونات المنظومة البيئية. إذن من خلال هذه الوثيقة يمكن أن نلاحظ بأن جميع مكونات المنظومة البيئية هي تتفاعل فيما بينها، سواء بين المكونات الإحيائية فيما بينها مثال النباتات والوحش، أو ما بين المكونات الإحيائية واللا إحيائية كتفاعل النبات مع الماء والتربة، أو تفاعل المكونات اللا إحيائية فيما بينها مثل تفاعل بين المناخ والتضاريس وما بين المياه والتربة. ويمكن أن نلخص هذه التفاعلات في الجدول الآتي. لدينا العناصر اللا إحيائية فيما بينها مثال المناخ والتضاريس، فالمناخ يؤثر على التضاريس من خلال عمليات التجوية، بينما التضاريس هي بحكم عامل الارتفاع تقف حاجزا أمام تنقل الكتل الهوائية. العناصر الإحيائية فيما بينها كمثال النبات والوحش، فالنبات يقدم للوحش التغذية والسكن، بينما الوحش
يساهم في تلقيح النباتات وعملية الانتقاء. العناصر اللا إحيائية والإحيائية كمثال النبات والمياه، فالنبات هو كابح لتصريف المياه بينما المياه تقدم للنبات التغذية. نمر الآن إلى المقطع الثاني والذي من خلاله سنحاول الإجابة على سؤالنا الثاني في الإشكالية، وسنحاول التوقف عند أسس توازن المنظومة البيئية وتفسير تفاعلاتها. إذن أول التفاعلات هي دورة الطاقة. لدينا وثيقة أمامنا تبين مستويات تدفق الإشعاع الشمسي، فالكرة الأرضية تستمد طاقتها من الإشعاع الشمسي، وينطلق تدفق الإشعاع الشمسي من مستوى النظام الشمسي ويمر بثلاث مستويات: الغلاف الجوي، ثم الغلاف الإحيائي، وأخيرا الغلاف الصخري، بحيث يقوم الغلاف الجوي بامتصاص جزء من أشعة الدورة الهوائية العامة، ثم تتدفق طاقة عبر الغلاف الإحيائي، وهذا التدفق يتم عن طريق الغلاف النباتي، ثم تدفق الطاقة على الغلاف الصخري. إذن تدفق الطاقة عبر الغلاف الإحيائي يتم عن طريق الغلاف النباتي، وهذا يكون ابتداء من النباتات التي تستطيع أو تحول هذه الطاقة إلى مادة عضوية عن طريق عملية التركيب الضوئي. إذن فالتركيب الضوئي هو عبارة عن عملية كيميائية معقدة تحدث في النباتات، ويتم فيها إنتاج الأكسجين ومركبات سكرية خاصة من خلال تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية وفق معادلات تحويل خاصة داخل النباتات. وتختلف الطاقة الناتجة عن عملية التركيب الضوئي من نبات إلى آخر تبعا لعوامل محددة. التفاعل الثاني هو دورة الماء. إذن الوثيقة أمامنا تبين لنا دورة الماء. إذن دورة الماء هي وصف لحركة الماء المستمرة على الأرض وفوقها وفي داخلها بأشكال مختلفة، سواء سائل، بخار، ثلج أو جليد. إذن ليس هناك نقطة انطلاق لدورة الماء، لكن المحيطات هي أفضل بداية لها، وتنطلق دورة الماء عن طريق عملية التبخر والنتح. النتح هو تبخر مياه الموجودة في النباتات. بعد ذلك تأتي عملية التكاتف، ثم تحدث التساقطات المطرية والتساقطات الثلجية، وهو ما يوفر مياه يمكنها أن تزود سواء البحيرات أو تتسرب داخل الفرشاة الباطنية. الدورة الثالثة وهي دورة الكربون. إذن الكربون هو عنصر كيميائي بسيط يميز المواد العضوية، وهو قابل للاحتراق، ويتجسد في الجو على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون. إذن تبدأ دورة الكربون عندما تقوم النباتات الخضراء والطحالب بأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط بها لإنتاج المركبات العضوية، وهو ما رأيناه في عملية التركيب الضوئي. بعد ذلك هذه النباتات تتغذى عليها المستهلكات، وينطلق ثاني أكسيد الكربون من الكائنات الحية المنتجات والمستهلكات بعد موتها وتحللها، أو من خلال الإفرازات والفضلات التي تخلفها، وبالتالي يعود إلى الغلاف الجوي. وهكذا تتم دورة الكربون في المنظومة البيئية. أمامنا وثيقة تبين الحالات الثلاث للكربون في الهواء والماء والصخور. فالكربون يأخذ في الطبيعة ثلاث حالات: سائل وصلب وغازي،
ويساهم في إنتاجه الكائنات الحية وأيضا الأنشطة الصناعية. إذن بعد أن تعرفنا على مختلف التفاعلات في المنظومة البيئية، دورة الماء، دورة الطاقة ودورة الكربون، سنمر الآن إلى المقطع الثالث الذي من خلاله سنجيب عن سؤالنا الثالث: أنواع المنظومات البيئية وتوزيعها المجالي. النشاط الأول: تعريف مستويات المنظومة البيئية. إذن أمامنا جدول يبين مستويات المنظومة البيئية. من خلال ملاحظتنا للجدول يمكن أن نلاحظ تعدد مستويات المنظومة البيئية، وذلك تبعا لعامل البعد أو المساحة. فننطلق من النطاق والذي مساحته تتراوح بين 2000 كيلومتر مربع و 10,000 كيلومتر مربع، وصولا إلى الوحدة البيئية والتي مساحتها أقل من 10 متر مربع. وبينهما نجد المجال، المنطقة، الميدان البيئي، الرقعة البيئية، وأيضا البقعة البيئية. النشاط الثاني سنحاول من خلاله توطين المنظومات البيئية مجاليا، وسنحاول من خلال هذا النشاط تحديد المنظومات البيئية الكبرى في العالم. إذن الوثيقة أمامنا تبين المنظومات البيئية الكبرى وتوزيعها المجالي، ومن خلال هذه الوثيقة يمكن أن نحدد 3 منظومات بيئية كبرى. لدينا المنظومة البيئية الحارة، ثم المنظومة البيئية المعتدلة، والمنظومة البيئية الباردة. المنظومة البيئية الحارة تقع منظومات النطاق الحار بين خطي العرض 0 درجة و 30 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وتنقسم إلى 3 منظومات بيئية فرعية: المنظومة الاستوائية، المنظومة المدارية، ثم المنظومة الصحراوية. المنظومة البيئية المعتدلة تقع منظومات النطاق المعتدل بين خطي الأرض 30 و 60 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وتنقسم أيضا إلى 3 منظومات بيئية فرعية: المنظومة المتوسطية، المنظومة المحيطية، ثم المنظومة القارية. ونمر إلى المنظومة البيئية الكبرى الثالثة، وهي المنظومة البيئية الباردة. تقع منظومات النطاق البارد بين خطي العرض 60 درجة و 90 درجة شمال وجنوب خط الاستواء، وتنقسم إلى 3 منظومات بيئية فرعية: منظومة التايغا، منظومة التوندرا، والمنظومة الجبلية. وهكذا يمكن أن نستنتج من خلال هذا الدرس بأن المنظومة البيئية هي سلسلة من التفاعلات التي ينتج عنها استمرار الحياة بمختلف مكوناتها، ويؤدي التدخل السلبي للإنسان إلى اختلال توازن المنظومة بالبيئة، وبالتالي حدوث كوارث طبيعية كالجفاف والفيضانات، أو كوارث بيئية كالاحتباس الحراري. وهكذا نكون قد أنهينا درسنا، وشكرا على انتباهكم.